أعود إلى القاهرة سيد محمد، استكمالاً على حديثك منذ قليل وبالعودة للأحداث الراهنة والوضع في لبنان، ما حجم المخاطر التي تشكلها الأوضاع المضطربة في لبنان على الشرق الأوسط، وكيف يمكن احتواء الأزمة الدائرة حالياً في لبنان؟ لبنان الحقيقة هي أكثر المناطق المرشحة للانفجار، يعني الوضع في لبنان بأمته ليس فقط على مستوى الحدود لكن على مستوى الداخل اللبناني أيضا وضع صعب وقاسي، ربما يمثل هذا جزء كبير من الخطأ على المنطقة بأمتها وكل الأطراف سواء العربية أو الدولية تجاهد كي تمنع انفجار الوضع في لبنان وتمارس ضغوط بكل الوسائل الممكنة. أعتقد أن ربما يكون أكثر الأطراف حرصا على عدم انفجار الأوضاع في لبنان هي أطراف غربية تتقدمها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبعض الأطراف الأخرى، كلها تحاول نزع فتيل ما يجري في لبنان ومحاولة منع تدهور الأمور لما هو أكثر من ذلك، لأن يعني تفجر الأوضاع هناك سيؤدي إلى كارثة كبرى في المنطقة برمتها لن تحتملها الأحداث، خاصة في دول الجوار المرتبطة بشكل أو بآخر بحدود مع لبنان زي سوريا ثم العراق على في المقابل لذلك. كمان يعني كل المقدمات اللي بتحصل على مستوى الأرض يعني تقلق أو تثير قلق كبير، لأن يعني الانسداد الحل في غزة عدم وضوح رغم كل الجهود اللي أنا يعني بالمناسبة كنت حابب أن أنا أعقب على بعض الكلمات تفضل اللي قالها ضيفك الكريم فيما يتعلق بالدبلوماسية العربية. أنا شايف أن يعني الدبلوماسية العربية وتتقدمها مصر بالطبع ومعها قطر والسعودية والأردن ودول بعض دول الخليج الأخرى، هناك جهود كبيرة تبذل على مستوى المنطقة، منطقة الشرق الأوسط محصورة داخل عدة صراعات، الدول العربية تحديدا هي الأكثر تضررا وتجتهد جميعها يعني بحثا عن حل. مصر بتبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيق هدنة ما بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية، تبدو مصر جهودها مستمرة لوقف الحرب في غزة حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، هناك يعني جهود تبذل على هذا المستوى يعني لتذويب الاختلافات ما بين الفلسطينيين وما بين الحكومة الإسرائيلية على مستوى اتفاق باريس، اتفاق الأطراف في باريس، محاولة الوصول إلى حلول وسط لتحقيق هدنة، لأن في رأيي أن الهدنة هي مفتاح الهدوء النسبي الذي يمكن أن يتحقق في كل المناطق الصراع المشتعلة أو بؤر الصراع المشتعلة، وفي مقدمتها ما يجري على الجانب اللبناني أو في الجنوب اللبناني وعلى المستوى الاشتعال يعني الذي نخشاه خلال طوال الأيام الماضية نخشاه، لكن تزداد هذه الخشية وتزداد هذا القلق مع تصعيد مثل ما حدث اليوم في خطوة للأمام من الطرفين تجاه إيصال رسائل أكثر خشونة حول مستقبل العلاقة ما بين الطرفين، وهذا ستدفع ثمنه لبنان والشعب اللبناني، وهي مسألة لا يحتملها الواقع بأي قدر يعني على أي مستوى. ما شكل وحجم الثمن تحديدا؟ هذه نقطة هامة سيد محمد، ونقطة أخرى أيضا هي كيف تسهم الجهود المصرية في احتواء الأزمة الراهنة ووقف الحرب؟ الحقيقة مصر منذ اللحظة الأولى، مصر عقيدتها الثابتة هي عقيدة سلام ورسالتها الدائمة لكل الأطراف منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة هي محاولة إيقاف عجلة القتال. مصر لديها أولوية أولى هي إنقاذ الشعب الفلسطيني بأكمله وتحديدا أهالي قطاع غزة اللي يعني بيعانوا معاناة شديدة خلال هذه يعني طوال الأربع شهور الماضية، وما زالت المعاناة تشتد عليهم في الأيام الأخيرة. من أجل ذلك مصر بتبذل مجهود على مستوى إيقاف القتال وعلى مستوى وصول مواد الإغاثة وكل جهود الإغاثة المختلفة اللي بتتم تصل إلى يعني الأهل قطاع غزة بأفضل شكل ممكن. طوال الشهور الماضية الجهد المصري يعني مستمر من قمة القاهرة للسلام وانتهاء بالمشاركة في صناعة ما سمي بوثيقة اتفاق باريس أو اتفاق الأطراف التي تضع يعني لبنة أولى للتهدئة
حتى في ظل الخلافات أو الاختلافات ما بين الطرفين عليها، لكن هناك يعني جهد كبير تبذله مصر لتحقيق أو إنجاح هذا الاتفاق الذي سيكون يعني خطوة نحو تحقيق إيقاف للقتال ثم بدء في مرحلة مختلفة ربما تصل إلى ما نتمناه جميعا بإعلان دولة فلسطينية وباتفاق سلام حقيقي ما بين إسرائيل والفلسطينيين. جهد متواصل رغم صعوبة ما يجي ورغم التعنت الإسرائيلي المستمر. يعني في ظل هذه الجهود تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس كانت محبطة للجميع، لكن رغم ذلك مصر تثابر من أجل تحقيق نتائج في هذا الأمر ويساندها ويدعمها موقف عربي موحد. هذه التصريحات وما السيناريوهات المتوقعة بعد هذه التصريحات؟ الحقيقة يعني للأسف هي تصريحات غير مشجعة بالطبع، وخصوصا مع يعني ما يلوح به رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من نية أو اتجاه لانتقال العمليات العسكرية إلى الجنوب، جنوب قطاع غزة في مدينة رفح. طبعا هذا الأمر يمثل كارثة كبيرة إن تحقق، وكل الأطراف الدولية بما فيهم وزير الخارجية الأمريكي اللي كان يعني أنهى جولته السادسة، جولته المكوكية السادسة إلى المنطقة أمس في تحذير كبير للإدارة الإسرائيلية لمنع تدهور الأمور، ويعني أملا في إيقاف عجلة الحرب الإسرائيلية المستمرة التي تتجه إلى إحداث كارثة كبيرة لو العمليات العسكرية ابتدت في رفح أو اتجهت إلى رفح الفلسطينية. الحقيقة رغم هذه التصريحات الإسرائيلية اللي لا تختلف عن تصريحات هذه الحكومة منذ يومها الأول ومنذ اليوم الأول لاندلاع أزمة طوفان الأقصى، هي دائما تصريحات مستفزة ليس لمصر وليس للدول العربية ولكن للعالم كله.